مالك هذا رمى بلد بده يضحك عليك يا سمار؟ سمار لا تخلي ما تتجوزها جوازي جواز سمار ما بتحترم. اللي الجاكيت جوا مرت عمي اعطيني الجاكيت. امي مشان الله طولي بالك على فرحان قصدي المصلحه العامه مصلحه انتي ما بتتدخلي بنوبها فرحان هذا خطيبك كثير تجاوز حدوده انا يتدخل بخصوصياتي انا ما بسمح له اطلاقا انا شو هالحكي؟ عجبتيني كثير يا ام احمد فعلا في ناس لازم يقفوا عند حدهم اي نعم هسه يا فندي يلا جهزني وراك بقى شو لسه ما سكت جوعتها شو بحمان توكلي على الله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الحمد لله بحصى تسند جره وين العروس عروس الدانا قصدي يا فندي شو لا تواخذني لا تواخذني عيوني انت وكيلة نفسك ولا بدك توكلي حدا غيرك يا روح قلبي اخي هي وكيلة نفسها عود بقى طيب عود طيب وين العريس عريس ايه انا العريس يعني يا فندي ورانا اشغال طيب طيب وين الشهود شهود اخ على الضرب اخ حسني يا فندي وعتحرك من هنا انا رايح اجيب الشهود وارجع نعم ابو وصفي واقف عندها واقف بدي افرطها لهالقصة هيك ما بيمشي الحال معي بنوم اللي اوله شرط اخره نور شو بدها ام احمد؟ ليش هيك عم تحكي؟ شوف ابو وصفي، نحن اتفقنا انه نتجوز، بس على شرط تكتب لي وبكتب لك، انا ما بسلم رقبتي ببلاش، اوعى فت عينك على قدك. شو المعنى؟ بدك تكتب لي شيء من املاكك، بيع شري. بس انا هيك كمان شو بده يطلع لي؟ لك انت بدك تصير جوزي، يعني بدك تمون علي، وانت بتعرف انه الرجال اذا لعب بديله بيطالع المرأة بأوعيها، مو العكس. بقى انا بدي قبل كتب الكتاب تكتب لي شي ضمانه للحياه بتعرف الدنيا فيها موت وحياه انت ما شاء الله عندك عيله واولاد بعد امر طويل امر طويل اذا صار لك شي ما حدا بيتعرف علي لا انا ولا اولادي بلقله وحده شو قلت يعني حلو منك هلا حلو هالفعل منك تقولي لي وابدا عند الحزه واللذه روح يا انا اخر كلام هذا عندي كل من له نبي بيصلي عليه اللهم صل عليك يا نبي ايه محمد انا موافق ويني في عندي ارض محج يرود بتطلع لها شي 10 دنومات فيها موتور مي بياخذ الحال بيعجبك هيك شيء؟ ما بيعجبني لا لاني انا لا لي بالاراضي ولا لي بالزراعه عيني غلطانه كثير ارض مثل الذهب ابو وصفي بدك تكتب لي شيء بينسكن يا اسكن فيه يا اجره شو قلت؟ ايه اللهم صل عليك يا نبي لا تفكر لا تفكر تكتب لي نكتب الكتاب والشهود اللي بدها تشهد على كتب الكتاب بتشهد لي على اللي بدك تكتب لي يا بيع وشراء يا اما الغي لي هالمشروع شو قلت يا ام احمد اللي بيسلمك بذبحه لا تذبحه طيب وينك بكتب لك شقه ببنايتي مثل الغرف اللي بقيت سيها جنب ابو عدنان منيح فاضيه لا مأجره ومفروشه لكان شقتين وما بتفاصلني وكل شقة ثلاث غرف وصوفة شو قلت؟ إيه؟ إيه بس يا أم أحمد أنا شو بإيدي هيك؟ بلا أخذ وعطا بلا أخذ وعطا ما بدك بلا أنت حر أنا ما جبرتك ما ضربتك على إيدك إيه لا زودتيها كثير هيك أم أحمد زودتيها إيه ما راعيتيني بنوم شو بإيدي؟ ولا لأنك ماسكتيني من إيدي اللي بتوجعني شو علي؟ كل شيء بحسابه أم أحمد تكرمي أنا رايح أجيب الشهود لا تنسى عقد البيع اهلا اهلا وسهلا ولاد حلال تفضل اجيت بوقتك شو اخي ابو هلال شو ما انتهيت قصه الست ام احمد بعدين اخي لا بتقرب عليها صار شغلكم عندي لانه الست ام احمد رح تصير المدام ولا اذا بتريد ممكن تشهد معنا على كتب الكتاب انبسطي هاي الحكومه شهود ولا شو قلتك اخي ابو هلال ابو وصفي بدك تشرف معنا هلا المشكله ما بتخص ام احمد بتخصك انت ليش اخي ليش ما خبرتني على المكتب وانا بجي لخدمتك انا براسي ومين قال لك ما رحنا على المكتب وعرفنا انك هون بقى الموضوع مستعجل وشرف معنا اخي ابو هلال اذا ممكن تاجل لي هالموضوع شي ساعه بس لا اكتب كتابي هي حسني افندي هون اكتب كتابي ولا اخصلكم على المقبر ما ممكن يا ابو وصفي انت مطلوب موجودا ولي وغوشتوني موجودا يعني الشغله ما بتتحمل اكتب كتابي بس ما ممكن يا ابو وصفي لك الموضوع خطير شو خطير ومو خطير فهموني شو القصه فهموني بعدين بتعرف لا
لا بدي اعرف شو القصه. هلا بدي اعرف شو القصه. شو القصه؟ باختصار البنايه المعماره بقت سيئه، هبطت على سكانه لك ابو وصفي وفي ضحايا. قولي عليك يا ابو وصفي، خرب بيتك يا ابو وصفي. ما يبلى من العريس.